قلوب واجفة. ربنا عز وجل أكرمنا وأتانا بأمطار رحمة في كل المدن وكل القرى وعلى امتداد مملكتنا المغربية الشريفة. هذا دليل على أن الله تعالى يحبنا، هذا دليل على أن الله يعزنا، لأن كل ما جاء المطر في إبانه دليل على أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين وأنه لا يواخذنا بما نقترف وأنه على العموم راض عنا. وسعداء أيضا بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني، سعداء جدا من أعماق القلب حقيقة أننا لم نفز بكأس العالم، ولكن المتفق عليه أننا فزنا بقلوب العالم، العالم كله صار معنا. ما حققه المغرب في هذه الأسبوعين أو ثلاث أسابيع أو شهر في هذا المونديال، ما حققه المغرب هو يفوق جميع المكتسبات الدبلوماسية، يفوق جميع المؤتمرات الدولية، يفوق جميع السبل التي يقوم بها مختلف الفاعلين من أجل الشعوب ومن أجل لم شمل المجتمعات. نحن الحمد لله في الظرف الراهنة في وضعية جد وجد مريحة. نحن لا نطمح بكأس العالم، ما يهمنا هو قلوب جماهير العالم، وقد كسبناهم بصدق ويقين، والحمد لله والفضل من الله والكرم من الله. وما نعيشه الآن وما سوف نعيشه غدا إن شاء الله الثلاثاء، سنعيش فرحة ملك وشعب، فرحة ملك وشعب بعودة أسود الأطلس إلى أرض الوطن مرفوعي الهامة. ما حققوه جيد جدا، ما حققوه لم نكن نتوقعه، والرسائل التي قدموها أنهم استطاعوا أن يجمعوا شمل الأمة الإسلامية، واستطاعوا أن يجمعوا شمل كل الدول العربية، واستطاعوا أن يرفعوا الراية المغربية في كل بقاع العالم، وصار اسم المغرب متداولا ملايين المرات في كل المنتديات والصحف والقنوات. ونحن الآن هذا كله دليل على أننا نحن في وضعية نحسد عليها. ما نخاف منه هو عين الحاسدين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وملكنا وشعبنا من حسد الحاسدين ومن كيد الكائدين ومن سحر الساحرين ومن ظلم الظالمين ومن شر الخلق أجمعين. نشكرك كثيرا لالة كريمة على المداخلة. يسمعون الآلاف المؤلفة من الناس، وهذا فيه فضل كبير، أعظم عمل يحبه الرحمن وهو الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أعظم عمل يحبه الرحمن من كل العبادات كلها هو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فاللهم يا رب تقبل منا هذا الدعاء. أختنا كريمة اللهم اصلح شبابها. واجعله من أهل الجنة، اجعله من المبشرين بالجنة، لأن كل مكفوف ضرير إذا صبر واحتسب هو مبشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذت منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله تعالى أن يرزقكم الرزق الحسن، وأسأل الله تعالى أن يشافي الوالدة ويطيل عمرها، وأن يرحم أمواتكم، وأن يسكنهم فسيح الجنات، وأن يجعلكم في أعلى عليين، وأن يجمعك يوم القيامة مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. وكل من معنا الآن ويقول آمين، أسأل الله أن يحقق الرجاء ويبلغ المقصود للجميع. قولوا معنا آمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين.